مشاهدي الكرام، اهلا بكم وموجز الانباء من اونلاين. رفعت الولايات المتحده الامريكيه القيود عن مساعدات عسكريه لمصر، كما اعلنت الخارجيه الامريكيه ان واشنطن قررت رفع الحظر عن مساعدات عسكريه الى مصر تقدر بنحو 195 مليون دولار. واوضحت الخارجيه ان القرار جاء اعترافا بالخطوات التي اتخذتها مصر خلال العام الماضي لتعزيز الشراكه بين الجانبين. أدانت مصر بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية التي ضربت محافظة السويداء جنوب سوريا وأسفرت عن مقتل ما يزيد على 220 شخصا. وجددت الخارجية في بيانها التأكيد على موقف مصر الثابت والحاسم من أهمية محاربة كافة التنظيمات الإرهابية، وكذلك كل من يتورط في تمويلها ودعمها وتوفير الملاذات الآمنة لها. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف مدفعي لقوات الاحتلال شرق غزة. وقال الجيش الإسرائيلي إن قصف غزة جاء ردا على استهداف جندي على الحدود المشتركة بين الاحتلال وغزة. وقال رئيس جنوب السودان سالفا كير وزعيم المعارضة ريك ماشار بالعاصمة السودانية الخرطوم بالأحرف الأولى على اتفاق لتقاسم السلطة في البلاد، وذلك في محاولة لإنهاء الصراع الدائري منذ سنوات. مشاهدينا الكرام، تفاصيل أكثر على رأس الساعة.